في عام 2004 تأسس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي جاء ككيان موازن لمحاولة سحب البساط من مؤسسات إسلامية كبرى، وأيضا لتوفير الفتاوى للتنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب العربية. غير أن الاتحاد الذي تولى رئاسته يوسف القرضاوي والذي يوصف بمفتي الجماعات المتطرفة لم ينجح في اختراق الدول العربية، وإن ظلت فتاوى أعضائه تحاول إثارة الفوضى في المنطقة. اللافت أن أعضاء الاتحاد الذي أصبح يوصف باتحاد القرضاوي كان لهم وجهان: وجه يتملق الممولين كقطر وتركيا إلى حد المبالغة، إسطنبول عاصمة الخلافة، قطر هذا البلد الطيب الذي سيذكره التاريخ وسيذكره الله قبل التاريخ وقبل الناس، ووجه آخر يحرض حتى على بلدان القائمين على هذا الاتحاد. أي مصر هذه؟ مصر لا وطنية ولا عربية ولا إسلامية. وكانت تصدر عن القائمين على الاتحاد فتاوى عجيبة تصبغ الصفات المبالغ فيها على الداعمين: رجل الطيب أردوغان والذي سيمدح لأن الله معه وجبريل، وفتاوى أخرى تحرض على الأبرياء الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين. وهكذا ظل مؤسس الاتحاد يوسف القرضاوي تارة يمدح وتارة يهاجم. هذه أشياء تحمد لسيادة الرئيس علي زين العابدين. كما انتهى زين العابدين كل الطغاه لابد أن ينتهي. تحياتنا إلى القائد بشار الأسد. الأسد الوحش الغدار. الفتاوى حسب الأهواء ولمن يدفع أفقدت اتحاد القرضاوي أي مصداقية، لكن قطر ظلت تدعمه في محاولة لاختراق الدول العربية رغم الرفض الشعبي المتزايد لمثل هذه الأفكار المتطرفة. في تونس أنشأ اتحاد القرضاوي فرعا له، لكن تيارات سياسية ومحتجين اعتصموا أمام المقر واتهموا الاتحاد بأنه وكر يقوم بتفريخ الإرهاب والتطرف. وكر للتجارة بالدين، وكر لتوظيف الدين من أجل مصالح سياسية، وكر مش يحقه به خراب الأوطان. ولعل تونس التي عانت من العمليات الإرهابية كانت مدركة لخطورة وجود فرع لمثل هذا الاتحاد، خصوصا أنها اكتوت بنيران الفتاوى التي يطلقها أعضاؤه. المعتصمون أمام مقر الاتحاد طلبوا بإغلاقه لأنه يمثل تهديدا للدولة وخطرا على أمنها القومي بما ينشره من خطاب يحرض على الكراهية والانقسام والتطرف. ولعل حصاد ما قام به اتحاد القرضاوي من تحريض على العنف والإرهاب كان كاشفا لمدى خطورته، فهو عبارة عن عباءة لتخريج المتطرفين، وهو في الوقت نفسه أداة في يد أنظمة تحاول بكل الطرق نشر التطرف. وهكذا يواصل المحتجون أمام فرع اتحاد القرضاوي في تونس اعتصامهم حتى تستجيب السلطات لمطلبهم بإغلاق الفرع وتجنيب البلاد أحد بؤر نشر التطرف الذي طالما عانت منه واكتوت بناره. يد واحدة ضد الإرهاب، يد واحدة